عبك ماني روح غويني نا. نحن الآن متواجدون بقرية بيو الواقعة ببلدية واد الطقة في الجنوب الشرقي لولاية بتنا. نحن سكان هذه القرية نعتبر ثاني أكبر تجمع في بلدية واد الطقة، نعاني من نقص فادح في المياه، يعني حتى نكون منصفين لا نقول بأنه جفاف تام، إلا أنه أغلبية العائلات تشتكي ندرت هذه المادة الحساسة في هذا الفصل. سيترنات أقل السيترنا 150-170 في السيترنا في ما تلحقش 24 سيترنا تروح. الناس راهي تعاني، رحنا للشافي دايرة وما درنا فيها والو، ورحنا للمجلس تاع البلدية وهطروا ولا كطفا ما دار فيها والو. ظل الأزمة تاع الماء كاين الشبكه، اغلبيه الشبكه 80% من الشبكه هي متكونه من ماده الاميونت، وكما نقولوا احنا الانابيب الحديديه الكالفانيزي، وهذه محظوره نورمالمون الناس كل ما تشربش منها، وحنا في بيو مازال ماذا بينا لو كان تتعاود الشبكه هذه.